على تشريفنا في افتتاح المركز الأول لخدمات بنك التعمير والإسكان رويال كلاينتس. البراند اسمها HDB Royal. النهاردة احنا بالتوازي بنفتح 11 فرع آخرين لتقديم خدمة HDB Royal، فاحنا النهاردة بنتكلم على 12 فرع بنفتتحهم في نفس التوقيت، فتحناهم عن طريق الفيديو كونفرنس مع زمايلنا في الفروع التانية. إن شاء الله احنا في خلال الشهرين الجايين هنوصل بعدد الفروع الـ HDB Royal لـ 24 فرع. بنك التعمير والإسكان بيخدم عملائه من خلال 100 فرع على مستوى الجمهورية، فاحنا بنتكلم في تقريبا 25% من الفروع هيبقى فيها خدمات، هتقدم خدمات HDB Royal في خلال الشهرين الجايين. احنا ماشيين بخطة، خطة تحول بدت من فترة قصيرة، ان احنا نتحول بالاضافة لتميزنا كبنك عقاري وتميزنا في التمويل في مجال التمويل العقاري اللي ممتد لمدة 40 سنة، ان احنا النهاردة بننافس في السوق كبنك تجاري. احنا بنك التعمير والإسكان حاليا بيقدم جميع الخدمات اللي بيحتاجها العميل، عملاء الأفراد والشركات والشركات المتوسطة والصغيرة. فالحمد لله احنا قادرين نثبت وجودنا في القطاع المصرفي كبنك تجاري، وبالإضافة لتميزنا زي ما قلت لحضرتك في مجال التمويل العقاري. النهاردة احنا بنخاطب شريحة جديدة من العملاء، بنهتم بيها، بنهتم ان احنا يعني نقدم لها الخدمات اللي محتاجاها، بالاضافه الى خدمات الديجيتال بانكينج زي الانترنت والموبايل بانكينج، فهي حزمه من الخدمات اللي احنا بنقدمها لعملائنا. يمكن يعني نكون متاخرين شويه في السوق، ولكن يعني احنا بننتهك سياسه ان احنا بنبتدي من حيث انتهى الاخرين عشان التوفير للوقت، ونقدر برضو ان احنا ننافس وننافس بقوه. فاحنا النهارده تاني بتشرف بوجودكم معانا، بهني زملائي وكل من شارك في ظهور HDB Royal للسوق المصري، وإن شاء الله دي يعني طوبة جديدة في خطوتنا ناحية إن احنا يعني نروح لشمول مالي أكتر وديجيتال برودكتس أكتر عشان نتواكب مع توجهات البنك المركزي المصري ومتطلبات عملائنا وتحقيق رغباتهم اللي يعني متوقعينها من بنك التعمير والإسكان. الفروع اللي تم افتتاحها النهاردة هم 12 فرع. البنك بالفعل فيه كبار عملاء، وأرصدة ودائعهم بتمثل حوالي 38% من إجمالي ودائع محفظة الأفراد في البنك، وعددهم بيتخطى 2200 عميل للمحفظة القائمة. فالحقيقة لما لقينا أن ده العدد بهذا المنظر، فقلنا لا، لازم يبقى في سبيشال سيرفيس ويبقى في يونت او اداره مختصه بخدماتهم اللي هي اداره كبار العملاء اللي هي عندنا في البنك اسمها رويال، تبدا تقدم سيرفيسز معينه للعملاء دي، وكمان تشتغل على استقطاب عملاء بنفس الشريحه. هي بتبتدي عندنا العميل اللي ليه ارصده ودائع فوق المليون جنيه، وبرضه ممكن يبقى ليه حجم قروض معينه، ده بيبدأ يتصنف على انه كبار عملاء. بيبقى فيه مميزات حاجات خاصة بالخدمات وحاجات خاصة بالمنتجات. الشق الخدمي اللي بيحصل عليه ان العميل بيبقى ليه RM اللي هو مدير حساب محدد ليه، بيبقى تواصل معاه على التليفون على طول لما بيجي الفرع بيقابله، ده رقم واحد. رقم اتنين، بيقدر ياخد السيرفيس بتاعته من خلال دلوقتي فتحنا 12 فرع، في 12 تانيين هيتفتحوا كمان شهرين، في 24 فرع في البنك بيقدر ياخد منهم السيرفيس دي، فرع خاص بالويلث مانجمنت. بالاضافه ان هو لو دخل اي فرع ما فيهوش خدمه كبار عملاء بيبقى ليه برايورتي، يبقى ليه اولويه، لو سواء دخل على الكاش او دخل عند خدمه العملاء. برضو في خدمات برضو غير ماليه اللي هي الكونسيرج،
اللي هي خدمات حجز تذاكر طيران، حجز فنادق عند اطباء، سينما، كل الحاجات دي برضو برنامج كده بنتيحه للعملاء دول. دي الخدمات الغير خاصة بالمنتجات الخدمية. الحاجات الخاصة بالبرودكتس او المنتجات هي ان بيبقى العميل بيقدر يفتح الحساب جاري بدون مصاريف، وبدون مصاريف فتح حساب، وبدون مصاريف الحساب الدافع سنويا، مصاريف كشف الحساب برضو معفي منها، بيقدر يصدر دفتر شيكات مجانا، بياخد بطاقة ائتمان بلاتينم مخصصة للعملاء الرويال بدون مصاريف، بطاقة خاص بالديبت كارد برضو بدون مصاريف، دي خاصة على المصاريف الإدارية بتاعت القروض. ففي فاينانشال سيرفيسز وفي نون فاينانشال سيرفيسز. بداية النواة بتاع بنك التعمير والإسكان في الفول ترانسفورميشن لتنفيذ الاستراتيجي بتاعته، ان احنا نتوجه بعد 40 سنه تقريبا ان احنا كبنك اسكان ان احنا نبتدي ننافس في السوق المصرفيه بقوه كبنك تجاري. احنا النهارده بادئين ب 11 مكتب في اي بي في 11 فرع وهب مخصوص لكبار العملاء، ودي كبدايه. احنا مهتمين جدا بالسيجمنت دي لان احنا عارفين اهميتها وعارفين مدى ان السيجمنت دي تكاد لا تمثل من 1-2% من محفظة اي ريتيل بانك، ولكن الاوفرول بورتفوليو او الاسيت اندر مانجمنت بتاعت العملاء تكاد تتخطى 40-50% رغم ضوء البرسنتج بتاعت العملاء بتعدي 40-50% من محفظة اي ريتيل بانك. العملة دي احنا حبينا ان احنا نبتدي بقوة من حيث منتهى الاخرين، حبينا ان احنا نبتدي الماركت بطريقة مختلفة. That's why ان احنا حضرتك هتلاقي ان الكوربت ايدنتيتي بتاعتنا بتميز بالكواليتي العالية وبالتميز والرفاهية لاستقبال العملاء. احنا الخطة بتاعتنا كمان طموحة جدا، احنا within 2 months هيبقى في 11 فرع كمان هيفتحوا HDB Royal في مختلف المحافظات. ان شاء الله خطتنا طموحة جدا، احنا قبل نهاية العام هنكون كفرنا 25% من العملاء، سوري من الفروع بتاعتنا، وان شاء الله احنا داخلين بقوه عشان نوصل ل 40-50% من حجم فروعنا. الفتره القادمه هتلاقوا البنك بينافس بشده وبقوه، وبنك التعمير والاسكان في كميه في اي بي لا يستهان بيها، وان شاء الله هيبقى الماركت شير بتاعنا كمان اكبر من كده بكتير. محافظات احنا مكفرين القاهره واسكندريه، مكفرين ايفن حتى الدلتا، المحله، كفر الشيخ، الزقازيق، المنصوره، ايفن حتى الفتره الجايه الفيس 2 مكفرين مدن القناه، اسماعيليه، بورسعيد، ايفن حتى الصعيد ما سبناش فيها مكان زي المنيا اخذنا فيها مكان. احنا الكوربت ايدنتي بتاعتنا وتارجتنا على مستوى مصر بالكامل، فهتلاقينا متواجدين ان شاء الله لكل العملاء.